أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية. نبدأها كالعادة بتحليل صورة الساتل، حيث نلاحظ سحب غير مستقرة بالأطلس وكذلك بالمناطق المجاورة، مع سماء قليلة سحب إلى نسبيا غائمة بالمنطقة الشرقية وكذلك بالأطلس الكبير. غدا بحول الله بالمنطقة الشمالية يتوقع نزول زخات مطرية عاصفية مسحوبة بصقيع ورياح، وذلك بمرتفعات الأطلس وبالمنطقة الشرقية، مع تكون سحب منخفضة كثيفة ستعطي تساقطات مطرية متفرقة، وذلك بالسهول الأطلسية وبمنطقة السيس وكذلك بهضاب الفوسفات والماس. درجات الحرارة الدنيا ستعادل 7 درجات ببولمان وكذلك بمدينة إفران، 14 درجة بوجدة، تازة بالعرائش الرباط وبمدينة الدار البيضاء. وخلال الظهيرة سيشير المحرار بحول الله إلى 19 درجة بمدينة وجدة، 25 درجة بالحسيمة، 23 درجة بمدينة طنجة وكذلك بالعرائش، و22 درجة بالرباط. بالمنطقة الوسطى للبلاد نزول زخات مطرية عاصفية بمرتفعات الأطلس، وبباقي المناطق الأخرى ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية. درجات الحرارة ستتراوح ما بين 17 درجة بمدينة ورزازات، 14 درجة ببني ملال وكذلك بمدينة تارودانت، و15 درجة بمراكش. ودرجات الحرارة العليا ستعادل 35 درجة بمدينة أرفود، 32 درجة بالرشيدية، 34 درجة بزاكورة، و33 درجة بمدينة طاطا.